السلام عليكم مشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم طريقة التفصيل وخياطة دبياس قصارين، يعني نوى يعني بيشتي وبينوار ديالها قصير. أول حاجة غنحتاجو الدانتيل بحالة الشكل هذا المكرش، وهاد التوب هذا إلاستيك كما كتشوفوا كيتيري. دابا غناخذ القياس اللي غنحتاج باش نصايب اول حاجه، باش نصايب النوى ديالي ولا البيستي. كنتني التوب على هذا الشكل، وغنجيب السنتيم وغنعبر شحال غنحتاج في الطول ديال البيستي ديالي. غنعمل فيه 60 سنتيم، غناخد 60 سنتيم. إلا بغيتها تجيني شوية طويلة حتى ركبة. بعد ما عبرت 60 سنتيم هنايا نبدا نقطع. هذه هي النواة ديالي. دابا غنعبر الدورة يعني الصدر مع النص مع الصدر مع بعضهم، غنعمل 28 سنتيم. هنايا غنخلي العرض اللي عندي هنايا 38 سنتيم، متسنية على 4. كنطاسي هذا الشكل هذا، بعدما كراسينا بهذا الشكل هذا دابا غنقطع من هنايا. بعد ما قطعت بحال هذا الشكل هذا، كتشوفو هادو هما الطرف لي شاطولي من الجناب، كنخليهم هيدا كيما هما. هادو هما لي غنصنع بيهم السدر. دابا غنعبر 20 سنتيم، وهنايا غناخد هاد العرض اللي عندي 10 سنتيم وكنطراسي هاد الشكل هذا. نكادرت من تحت، نفتح هاد الجهة، هادو هاد الزوائد غنزولوهم بالسرجي. هادو هما اللي غيكونو عندنا هنايا، غتكون عندنا النوا ديالنا بهاد الشكل هيدا مخيطة، وغنديرو لاستيك كواتشما بحال هكدا. بعد ما سالينا النوا ديالنا نحيدوها. دابا غنفصل الشينوار، غنجيب التو كما كتشوفو متسني على جوج، غناخد مترو ديال الشور، غناخد مترو ديال الطول ديال البنوار ديالنا. إلا بغيناه يجي طويل، بغيناه قصير كنقصو من الطاولة. دايما كتبقى لك الإختيار على حساب رغبة الإنسان واش بغاه طويل ولا قصير.
انا غنعمل فيها شويه من الطروب. كنعمل الجهه الفوقانيه من فوق، الجهه اللي مفتوحه من تحت. هنايا غنعبر الكتاف 20 سنتيم، هنايا دور العنق 8 سنتيم، الهبط 3 سنتيم، وهنايا الكتاف غنهبط 4 سنتيم ولا 3 سنتيم، ودان تراسي، ونهبط هنا 20 سنتيم من الكتف، وهنا غنعبر الدورة ديال الصدر، غنعمل 30 سنتيم. ما كيبانش. والنص غندخل، غنعبر من الكتف والنص 40 سنتيم، كتشوفوا هنايا غناخد الطاوله، يعني غناخد الوسع اللي عندي هنايا كما نعملو. هنايا النقطه ديال النص ديالنا كنهبطو لتحت، دابا غنبدا نقطع هاد الدورة تاعنا تفين. دابا غندخل هدا من هنا لتحت. بعد ما قطعنا البينوار ديالنا، دابا غنجيو لهاد الجهه ديال الظهر اللي مشدوده، غنحيدوها، كيبقى لنا الجهه ديال الصدر، غنهبطو هيدا. هذا هو البينوار ديالنا، غنحيدو البينوار، كيبقى لنا بهاد الطرف هدا غيبقى لينا، غندولو هداك الطرف ديال الصدر اللي عملنا، كيبان لي جا صغير، نحاول نعدل هذا حسن كبير. نديرو في النوا ديالي، دابا كيبقاو ليا الكمام. طوب كتيري، نحاول نديرو شوية طوبو كما كتشوفو، ندير الكمام ديالي ضيقين شوية، غنعبر، غندير فيهم 60 سنتيم ديال الطول، هنايا غنعمل 14 سنتيم أولا 13 سنتيم باش يجيونا مزيرين شوية، نعمل 13 سنتيم تا 14 سنتيم، هنايا غنهبط 10 سنتيم
un tracé. Vous avez choufou. Il y a un tracé là. لهنايا وهنا في الوسط نقدروا ندخلوا واحد السنتيم ونص دابا غنبداو نقطعو كما كتشوف والمشاهدين هذه هي طريقة التفصيل طريقة مبسطة للمبتدئات اللي بغات تتعلم طريقة كيفاش تفصل الخيط ملابس نوم راسها بلا ما تمشي المعلمة هذه هي أسهل طريقة بقوا معنا تشوفوا طريقة يعني الجزء الثاني ديال الخياطات هذه دوبياس في الدرس المقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.